إلى عدد من المواطنين المصابين بفيروس كورونا. الإعلان عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. أعضاء من اللجنة المكلفة بمحاربة فيروس كورونا يتفقدون أماكن معالجة وحجز المصابين بالفيروس في بلادنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الموريتانية، تصحبني فيها بلغة الإشارة أسماء من عثمان. مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة إلزموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر. في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، هنأ رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني الموريتانيين جميعا إثر الإعلان عن شفاء عدد من مواطنين المصابين بداء كورونا، كما جدد النداء إلى جميع المواطنين باحترام الإجراءات الوقائية حتى نظل في مأمن من بطش هذا الداء. بفضل الله أولا ثم بجهودكم جميعا تماثل للشفاء 9 من مواطنينا من الذين كانوا في الحجر الصحي، لكن يبقى الحذر والتقيد التام بتعليمات الجهات المختصة وعدم التراخي أولوية قصوى. ونحن إذ نجدد الدعوة لاحترام الإجراءات الوقائية نرجو من الله سبحانه وتعالى الشفاء التام لكل المصابين. أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني ليلة البارحة اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وخلال الاتصال تبادل رئيس الجمهورية وولي العهد التهانئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما انتهز الفرصة لاستعراض جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها علاقات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها فضلا عن وباء فيروس كورونا المستجد، وتبادل وجهات النظر حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس عالميا والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربته. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني اليوم اتصالا هاتفيا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تبادل رئيس الجمهورية وولي العهد التهانئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما استعرض جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها العلاقات الثنائية الممتازة وسبل تعزيزها وتوسيعها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان تطورات فيروس كورونا المستجد وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل التي ينبغي القيام بها للحيلولة دون انتشار هذه الجائحة، وكذا الطرق الكفيلة بتخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على مستوى البلدين والعالم. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة احتفال المملكة بعيدها الوطني، وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين السيد ألبرتو فرنانديز، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. احتفلت بلادنا أمس بعيد الفطر المبارك في ظروف استثنائية غيبت فيها مظاهر الاحتفال المعهودة كصلاة العيد جماعة وتبادل الزيارات وغيرها من طقوس الأعياد. وبهذه المناسبة وجه رئيس الجمهورية خطابا إلى الأمة، نتابع فيما يلي ملخصا له. استهل رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد الفطر المبارك
بتقديم أحر التهاني للمواطنين وللأمة الإسلامية جمعاء، منوها في هذا المقام بتضحيات الأطباء والفقهاء والإعلاميين وقادة الرأي في توجيه وتوعية وتثقيف المواطنين إحياء لهذا الشهر الفضيل. واستعرض رئيس الجمهورية مراحل تفشي فيروس كورونا في بلادنا، والذي تجسد في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد برحمته الواسعة الذين قضوا جراء هذا الداء، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين به. وقال رئيس الجمهورية إن المرحلة الأولى من تفشي الفيروس كانت الإصابات فيها قليلة وواردة من الخارج بفضل حزمة الإجراءات التي فرضتها الدولة من خلال التركيز على منع تسرب الفيروس إلى بلادنا والعمل على تخفيف أثره السلبي على المواطنين، حيث تم وضع خطة لدعم المواطنين يستفيد منها 205,000 أسرة موزعة على أزيد من 8,000 قرية في سائر أرجاء الوطن. وأوضح رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني أن المرحلة الثانية من تفشي الفيروس، وهي التي نعيشها اليوم، تتسم بارتفاع عدد الإصابات وتزايد ظهور الحالات المجتمعية، مؤكداً أن هذه المرحلة تعني إلزامية التعايش مع هذا الوباء لفترة من خلال استمرارية النشاط الاقتصادي والحياة اليومية والأخذ بأقوى أسباب الحيطة والاحتراز في ذات الوقت. وأبرز رئيس الجمهورية أن تطوير الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة للتكيف مع تطور مستويات انتشار الفيروس ستظل محكومة بمجموعة من القواعد، أبرزها دوام الإسراع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستشفائية اللازمة، العمل على تأمين حاجيات السوق المحلي من المحروقات والمواد الطبية والغذائية، العمل باستمرار على تخفيف الانعكاسات الاقتصادية السلبية للجائحة على المواطن، التحضير الجيد لما بعد الجائحة، وهو ما يعمل عليه فريق وزاري متعدد الاختصاصات. وقال رئيس الجمهورية إن هذه القواعد تتطلب العمل دائما على مواجهة آثار هذا الوباء في مختلف أبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وعبر رفع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة أصلا لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقرا. وشدد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني على أنه أصدر تعليمات واضحة للحكومة بالعمل الفوري على سد ما ظهر من ثغرات، وعلى تقريب الخدمة من المواطنين، والحرص على الشفافية في تسيير الموارد، وعدم التساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو إخلال بضوابط الحكامة الرشيدة. وأكد رئيس الجمهورية أن الوضع الراهن خطير، ويتطلب من الدولة كل الصرامة في فرض التقيد بما يتقرر من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة وفي احترام كامل لحقوق وكرامة المواطن، مؤكداً حرص الحكومة على دوام تناسب الإجراءات الاحترازية مع خصوصية الظرف ومستوى التقيد الفعلي بما يتقرر من توجيهات وقائية. ودعا رئيس الجمهورية المواطنين كل من موقعه في تسيير هذه المرحلة، ويكون ذلك أولاً بالاحترام الصارم لما يصدر عن السلطات المختصة من قرارات أو توجيهات، دعماً للجهود المبذولة على كافة المستويات لمواجهة هذه الجائحة. وقال رئيس الجمهورية إن هذه الأزمة تستدعي استشعار خطورة الوضع وما يتطلب من صرامة في فرض التقيد بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة والخروج منها بإرادة أقوى، في السعي إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية وتقوية لحمتنا الاجتماعية ومكافحة الغبن والهشاشة. أعلن مدير الصحة العمومية مساء اليوم عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلادنا،
أضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن المصالح الصحية توصلت إلى هذه النتيجة بعد قيامها بإجراء أزيد من 163 فحصاً خلال 24 ساعة الماضية. بالنسبة للمعلومات اليوم كما ترون تم إجراء اليوم 163 فحص، من بينها 95 فحص تأكيد، يعني فحص الأنف والحنجرة عن طريق الأنف والحنجرة وهو فحص PCR للتأكيد. ومن بين هذه 163 فحص طلعت عندنا 10 حالات إيجابية، يعني مستوى أدنى بكثير من المستويات التي لاحظناها الأيام الأخيرة. وهكذا يكون عدد المرضى لدينا وعدد المصابين لدينا يكون وصل إلى 237 حالة إيجابية بعد هذه الحالات العشرة. أما هذا اليوم فقد شهدنا شفاء 9 حالات من بين الحالات التي كانت لدينا، والحمد لله لم نسجل حالة وفاة خلال اليوم، وهذا ما يجعل مجمل الحالات إلى حد الساعة كما قلت من بداية الأزمة هو 237 حالة مرضية، من بينها 15 حالة شفاء إذا ما أخذنا بالاعتبار 9 الذين تم شفاؤهم اليوم والستة الذين شفوا من قبل، وست حالات وفيات، وعندنا الآن 216 حالة تحت الرعاية. هذه 216 حالة من بين 43 حالة متوسطة، والباقي هي 172 حالة ليست لديها أعراض وهم أشخاص لا يشكون الحمد لله من أي شيء. أدى وزير الصحة زيارة تفقد خلالها المركز المتخصص في معالجة فيروس كورونا، إضافة لعدد من العيادات التي يتم فيها حجر مصابين بالفيروس. كما تفقد وزير الصحة رفقة عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بمحاربة فيروس كورونا مركز الحجر الصحي الموجود في ملحق الجامعة، حيث أكد أعضاء اللجنة العمل على تحسين ظروف المحجورين وفتح قنوات اتصال معهم لمعرفة مشاكلهم. وقوفاً على وضعية مصابي فيروس كورونا والجهوزية الصحية لأماكن احتجازهم، قام وزير الصحة الدكتور نذير الحامد رفقة مديري القطاعات الصحية المسؤولة عن متابعة وضعية تفشي الجائحة في البلاد بزيارة للمركز المتخصص بمعالجة مصابي الفيروس إلى جانب عيادتين بهما مصابين يخضعون للعلاج، إضافة لمعاينة التجهيزات الطبية المقدمة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني كمساندة لجهود محاربة فيروس كورونا. ليعين الوزير بعد ذلك رفقة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة تفشي كورونا مركز حجر المخالطين للحالات المؤكدة الموجودين في ملحق جامعة نواكشوط العصرية. وقد أكد وزير الصحة في تصريح أدلى به على عمل القطاعات المعنية للرفع من المستوى الصحي للمحجورين عبر تذليل كافة العقبات. جاءت هون مجموعة من الوزراء من أعضاء اللجنة الوزارية جاية تتفقد أحوال هذا المركز، المركز اللي حاجرين فيه هون الناس اللي حامل الفيروس غير ما هي مريضة منه، وتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية جاينا إياك تشوفوا الظروف يسوى منها الطبي ويسوى منها المعيشي اللي هون، ونتأكدوا عن إجراءات قبضوا تبع عن ذيك الأشياء اللي لاحظت فر يسوى من ناحية الصقلة، يسوى من ناحية متابعة الطبية، ويسوى من ناحية القذائية. وأتمنىك اليوم الحمد لله عن الإجراءات قبضوا، وإن شاء الله لين شرفوا على حالة يتم هذا الإجراءات اللا واعدين وجههم، إلين يتم إن شاء الله الظروف هون اللا واعدين تحسن.
وزير التجهيز والنقل المكلف باللوجستيك والنقل بلجنة مكافحة تفشي فيروس كورونا محمد دول المحيميد أكد في كلمة له على وضع كافة إمكانيات اللجنة خدمة للمواطنين الموجودين في الحجر الصحي، مشيرا في الوقت ذاته إلى فتح قنوات اتصال معهم لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها. شافت اللجنة الظروف اللوجستية اللي فيها هذو المحجورين وشافت النواقص، مع أنها كانت متابعتهم للنهارات وخلق فيهم قدر من التحسن، ومن ذاك التحسن نختار نذكر لأنه تم وضع تحت تصرف المدير المركز اللي هو اللي قائم مسؤول عن تنسيق جميع الجهود اللي مقيوم بها هون، تم تحت وضعه كمية كبيرة من الصابون إياك تساعد في نظافة المكان ونظافة الناس وأدوات التعقيم والمياه المعدنية اللي الله يتمكنهم إن شاء الله مع أنهم يتوفروا على المياه الصالحة للشرب بكميات كبيرة. في جانب آخر ما اللي اطلعنا عليه هو جانب نظافة المباني اللي فيها ضرك، واللي مستقبلا لا قدر الله لا تم الاحتياج لها، معمول الآن على تنظيف 6 ولا 7 أجنحة كبار من هذا الحي الجامعي. عملت الحكومة منذ انتشار جائحة كورونا عالميا على الحد من تفشي كوفيد-19 من خلال تجهيز كافة الإمكانيات، لكن مع زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة كثفت جهودها باتخاذ خطوات عملية تهدف لكبح عدوى الفيروس المستجد والتخفيف من وطأة تداعياته. تخلد بلادنا يوم غد 25 مايو ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي على غرار سائر الدول الإفريقية، وفي هذا الإطار من المقرر أن يكون يوم غد 25 مايو عطلة معوضة على امتداد التراب الوطني. عاشت العاصمة نواكشوط اليوم الثاني من تطبيق حظر تجوال الذي يبدأ من الساعة 4 ظهرا حتى 6 صباحا، كما تشاهدون هذه الصور التقطت من نواكشوط بعد سريان مفعول حظر التجول في الشوارع كما تبدو الشوارع خالية من المارة والمركبات انسجاما مع حظر التجوال أثناء أيام العيد الذي يبدأ كما أسلفنا من ساعات الظهيرة. أفراد من قوات الأمن تسهر على تطبيق هذا الحظر. نصل الآن إلى ركن مراسلنا ضمن هذه النشرة، حيث ينضم إلينا من ولاية نواكشوط الغربية المختار بابا والأحمد وعبد الودود سيدنا من نواكشوط الشمالية، ومن كي هيدي عبد الله واللي يسلم، ومن كيفا محمد حيد. لو بدأنا معك المختار بابا والأحمد، مختار بداية ضعنا في الصورة بخصوص الولاية التي أنت فيها. لا تقطع، خليك إلى الخطوط، خليك لا تقطع. يترفنوا إذا عندنا أنت بيلي مقاعم مشكلة في رزق القطع بيلي كونكسيو كونكسيو ما يترفع. جاك سنعود لمختار بابا ولا أحمد في حال تمكنا من الاتصال به بشكل أفضل. تمثل قضية الزحام في سيارات ومركبات النقل العمومي أبرز العوائق التي تقف دون تطبيق إجراءات السلامة في قطاع النقل، ويرى الأخصائيون أن هذه الظاهرة تشكل أهم أسباب انتشار العدوى المجتمعية لفيروس كورونا المستجد. فوضى وتدافع بين المواطنين في طريق العودة قبل سريان الحظر، وتسابق تعززه روافد مختلفة يتصدرها بحث السائقين عن راكب يصادف مسارهم. أجواء اعتيادية يعيشها الناقلون وأصحاب سيارات النقل للفوز بأكبر حصة ممكنة من الركاب المتوجهين من وسط المدينة إلى أحياء العاصمة وأطرافها. وفي ظرف كهذا تتحكم التصرفات التلقائية في سلوك الجميع دون مراعاة الضوابط الصحية الموصى بها،
خاصة فيما يتعلق بالتباعد بين الأشخاص واحترام المسافات فيما بينهم. هذو الوسائل النقل العامة كيف ما تشاهدوا أركتيا نحن هذو التاكسيات هذو ذا النقل اللي عدوا الورق عادوا مضاعفين بدلا من كنا مخفضين وهذا القرار اللي قالت الدولة ما التزم به حد ولا تبعه. هذا سير صرج اللي هو تياه معدل التاكسيات دار بينا حتى ولا عندنا له حالة بينا فينا السكر اللي فيه الضغط اللي فيه كل شيء كان فينا ربع بلايس. أبعاد مختلفة يشير إليها المواطنون عند طرح نقاش الحد من عدد الأشخاص الذين ينبغي أن تقل لهم سيارات الأجرة في ظل الإجراءات الوقائية الحالية. هذه الظرفية اللي هي ظرفية هذا الفيروس اللي يجيرنا ويجيركم منه احفظ منه البلاد والعباد. يا الله مدة حافظ لأنها ما تعد بسير شارج بالسيارات اللي تعود قاع مش حيفة شوي بالنسبة للناقلين. احنا نشرو لي ترقزوال ب 400 وقية ونرفدو 6 رواقيش ولان قدو انتم ونرفدو 4 ينقصوا عنا قزوال من اجل اياك نرفدو لهم 4 نديروا 1 القدام و3 اللورا. طالبين المواطنين على انه ما يصير صارش ولو يديروا 50 ولا تاكسي عاد 50 يبقوا عن ارواحهم ما نعرف والناس مثل الروس يا تخلي عن هذا من الامور خصوصا هالتاكسيات بين وحدين ما يقبلوا ذا النوع. انت صح واحد شك انك تجيب لك امور قزوال ايوه الناس يا تضحي كامله. وعند النزول لأماكن تجمع سيارات الأجرة والشوارع العامة تطالعك عينات من تكدس الأشخاص في باصات نقل بطريقة تمثل أكبر أرضية مساعدة على تفشي جائحة كوفيد-19 في أوساط مجتمع قد لا يدرك أغلب أفراده خطورة فيروس أنهك مجتمعات عديدة حول العالم. تخلد بلادنا يوم غد 25 من مايو ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي على غرار سائر الدول الإفريقية وفي هذا الإطار من المقرر أن يكون يوم غد الاثنين 25 مايو عطلة معوضة على امتداد التراب الوطني. لو عدنا إلى شبكة مراسلنا حيث ينضم إلينا من ولاية نواكشوط الغربية محمد المختار بابا والأحمد. أهلا بك المختار بابا، في البداية ضعنا في صورة الولاية التي أنت فيها. نعم شكرا زميل أحمد. نحن كما تابعتم في الصور المسائية التي وصلتم أو تابعتم قبل قليل هذه الأجواء التي تابعتم شوارع خالية من المارة ولا حركية فيها إلا برجال الأمن أو من يرخص لهم. هذه الحركية تختلف كثيرا عن نواكشوط أو هذه الولاية تحديدا هنا في نواكشوط الغربية صباحا، فالحركية تبدو صباحا شبه عادية ورويدا رويدا بعد الزوال مباشرة حدود الساعة 4 تختفي هذه الحركية ويتحول العيد من عيد تتحول الفرحة فيه إلى فرحة شبه نصف يومية كما يقال أو فرحة خجولة للأسف الشديد نظرا لهذه الجائحة التي كما تابع الجميع تسللت إلى معظم مقاطعات هذه العاصمة. لذلك كان حري بالجميع أن يأخذ الحيطة والحذر ما يلزم. هنا على مستوى هذه الولاية لاحظنا ونحن في الطريق بين الأحياء والأزقة والممرات وداخل البيوت أحيانا ثمة يحتاج المواطن إلى المزيد من اليقظة إلى المزيد من الاهتمام بهذه الإجراءات المتخذة خاصة ما يتعلق بالكمامة وما يتعلق بإجراءات النظافة وغيرها. وطبيعي جدا كان الإجراء إيجابيا الذي منع ذاك التجوال بين الأسر تلك تبادل الزيارات التي كان عادة طيبة فعلا في هذه الأيام أيام العيد، لكن الإجراء الذي حد من ذلك كان إجراء صائبا جدا وقد تجسدت أهميته في أكثر من منطقة في هذه الولاية. عموما سألنا رجال الأمن ونحن في طريقنا إلى هذه النقطة عن ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها في خاصة ونحن لأول مرة يبدأ حار تجوال بعد الزوال الساعة 4. أكدوا لي رجال الأمن المسؤولين فيهم أكدوا أن أكبر
أكبر تحدي يواجهونه كان بالأمس أيام الأول. كانت تعلمون هذه الولاية ولاية نواكشوط الغربية تضم أكبر أسواق العاصمة، الأمر الذي جعلها وجهة لمعظم وجل سكان العاصمة نواكشوط. كان من الصعب عليهم جدا خلو هذه الأسواق من المواطنين، الأمر الذي جعلهم أيضا كانوا صارمين يوم أمس وليلة البارحة. أكد لي بعضهم أن الذين اعتقلوهم الاعتقال العقابي اعتقلوهم إلى وقت متأخر بليلة البارحة، وهو ما كانت نتيجته إيجابية اليوم، حيث لاحظوا منذ وجودهم في توزيعهم في الشوارع العامة أن المواطنين بدأوا يدركون أن السلطات حاضرة وأن حظر التجوال واجب وأن الالتزام به ضرورة. لذلك لاحظوا أكدوا لي أن السوق خلا من الساكنة قبل الموعد المحدد، ولا مشكلة مطروحة هنا إلا كثرة التجوال بالنسبة للذين يحملون الرخصة، وهذه مشكلة. يلاحظون أن الشخص الواحد لديه رخصة يمر أكثر من مرة، أكثر من مرتين، وهذا يؤكد أنه على الأقل في تجوال عادي خارج عن نطاق العمل. وهذه مسألة أكدوا لي للأمانة أن أطرحها كرسالة، ويريدون من الذين لديهم تراخيص أن لا يستغلوها في تشويش على أجواء حظر التجوال. ما عدا ذلك حظر التجوال يسير بشكل جيد، والمواطن على العموم التزم بالبيوت ليلا، ربما التزام إجباري، لكنه ثمة أيضا فهم ووعي بخطورة هذه الجائحة وضرورة بأن التخلي أو الدخول أو الاختفاء عن هذه الجائحة بات ضوريا، والمواطن يتفهم المسألة بشكل عام. شكرا جزيلا لك مختار بابا أو الأحمد، وموفد قناة الموريتانية إلى ولاية نواكشوط الغربية. كما أسلفنا، عاشت نواكشوط لليوم الثاني حظر تجوال الذي أقرت سلطاته أن تكون بدايته من الرابعة مساء وحتى السادسة صباحا. هذا الحظر يسري أيام العيد، عيد الفطر المبارك، بعد ذلك سيعود الحظر حظر التجوال إلى الساعة الثامنة وحتى السادسة صباحا. قناة الموريتانية تحاول أن تضعكم في الصورة من خلال تنقلها بين ولاية نواكشوط الثلاث لمعرفة ظروف سريان حظر التجوال الذي أقرته السلطات الموريتانية استثنائيا خلال أيام عيد الفطر المبارك. الآن نتحول إلى ولاية نواكشوط الشمالية، ودائما مع أجواء حظر التجوال، حيث ينضم إلينا من مقاطعة توجنين موفدنا عبد الودود والسيدنا. مرحبا عبد الودود، في البداية ما هو المشهد في مقاطعة توجنين وأنت تتجول فيها منذ بعض الوقت؟ كيف لك على السيدة بيتك؟ كله شكرا عبد الودود. هنالك مشكلة فنية ربما نتغلب عليها بعد قليل، لنعود لشبكة مراسلينا. تسبب الحجر المنزلي الذي تفرضه جائحة كورونا بالكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية للأفراد والأسر، علاوة على التأثيرات الاقتصادية التي سببها هذا الفيروس. ومع ذلك فإن خبراء الاجتماع يؤكدون وجود هذا التأثير رغم محدوديته على مجتمعنا الذي يتميز بعادات وقيم ساعدت على التغلب على هذه الظاهرة. هذا تقرير التأثيرات النفسية سنعود إليه لاحقا، لكن الأولوية الآن لمراسلنا في ولاية نواكشوط الشمالية، ينضم إلينا من هنالك. إذا نبقى مع تقرير التأثيرات النفسية على بالنسبة للحجر المنزلي وتأثيراته على المواطنين الموريتانيين. فيروس كورونا المستجد فرض نمطا حياتيا شديدا يتسم أساسا بأهمية البقاء في البيوت والتقليل من النشاط والتنقل إلا عند الضرورة القصوى. بقاء لوقت طويل في البيت يوصى به في الوقت الحالي، لكن ماذا عن ضرره النفسي والاجتماعي؟ بالنسبة لتأثير الحجر
منزلي على العائلات كقراءة سيولوجية خلق نوع من التجاذب العائلي. الإنسان ممكن نطلق عليها أنه كتلة متغيرة وكتلة فيها نوع من عندها ياسر من الجوانب، وبالتالي لين يخلق ياسر من الاحتكاك الوقتي معناها دائما يظهر جوانب أكثر ويخلق نوع من الانفجار. من أبرز التأثيرات النفسية والاجتماعية هو أنه يعني غير في طبيعة حياة كل أفراد الأسرة، الأب، المرأة، الأطفال، وبالتالي يعني الكل وجد نفسه فجأة يعني سجين في المنزل وراهين لأسلوب حياة رتيب يعني واحد، وبالتالي انعكس هذا طبعا أو سينعكس لا شك على علاقات الأسرة. طبعا هذا الانعكاس فيه جوانب إيجابية لكنه أيضا فيه جوانب سلبية. يضيف خبراء الاجتماع أن فيروس كورونا أثر في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ورغم ذلك فإن لبلادنا خصوصيتها التي شعلتها أقل تأثرا بهذا الفيروس. أنا ظاهر لي عن هذه الوضعية ما هي مطروحة أمام المجتمع الموريتاني اللي طبع عليه السكن الاجتماعي، طبع الحياة المفتوحة اللي ما فيها نوع من الخصوصية. أنا ظاهر لي عنها أكثر، هذه الوضعية أكثر هي مطروحة للمجتمعات الأخرى. مواطنون اختلفوا في تقييمهم لتأثيرات الحجر المنزلي الاجتماعية مع تطابق وجهات نظرهم حول تأثيراته الاقتصادية. ما عنده أي تأثير، حد قاعد مع عياله ولا قاعد مع أخرته هذا يعطيه الأمل أن يقال لأنه جابر له فرصة، لأنه عنده مرتب حاسب ليه لا يقعد هو يتم يجبره، لأنه لا يجبره من الطلبية طارحه فوتيق والله لواص يحسب ليه والمشاكل والدار ومأجر لا يتود عنده المشاكل فعلا. الله اللي سبب ياسر، سبب حتى ياسر قاعد من المشاكل، سبب ياسر من المشاكل اللي خالق ياسر الرجال يعرفها لا يتم ماشي شتقل، لأن هذا لا قاعد في الدار ما تلعب قاعد اللي عدل شنو هو عاد المشاكل كام ينطرحوا عليه وما عنده صيبة قد يحرك بها. تأثيرات كثيرة سببها الحجر المنزلي للكثير من العائلات في كل المجتمعات، لكن يبقى المجتمع الموريتاني الأقل تأثرا بهذه الظاهرة حسب خبراء الاجتماع. لقناة الموريتانية محمد البلال، نواكشوط. ولرصد الإجراءات، تطبيق الإجراءات الاحترازية في العاصمة نواكشوط وتطبيق حظر التجول، ينضم إلينا من ولاية نواكشوط الغربية حاكم مقاطعة الإقصر السيد با علي عبد الرحمن. أهلا بك سيد الحاكم. في البداية، ما هو دور السلطات الإدارية في تطبيق إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نقول عيد مبارك على الأمة المسلمين كامل، وإحنا وسلطات إدارية بالعيد أعطانا تعليمات خاصة قضيت لكوفرفو. أولا قالنا لكم ما سأبارت دي سيزير ونطالنا أمالي لأموية وكافي والسلطة والبوليس وتاعتنا كانوا جاهزين. Donc, en dehors de Mokata, on a des postes de contrôle un peu partout. On a des équipes mobiles. Nous avons des Mokata quand même. On fait un peu de temps pour les tableaux de l'Italie. On a des équipes de l'Italie quand même. On a une Europe classe. On a dit le coronavirus. Donc, c'est la protection des citoyens dans son ensemble. نقول فيه أنا وكوميسارات المعنى هون بارتي دي 15 نود معدل ميزة بلاس ونشوفه مولي وغادي ماشين مع مولي راكب مروي. دونك قطعا غرف زين هون والكسار مقاطع زين ما خاصو شي. وعندنا هون مولي طيب نقول لهم شاكر مولي فكان مقاطعة الكسار بيهم ومرسبكتين هاو تعليمات هاو غادي تلو كوفر فو ومرسبكتين ورجست باريار. دونك لا نقول لهم اللي محدي رانفورسي ولا سيتياشون وردوبلي ولا زفور كام رواي ما فات الحمد لله راجعين مولانا مولي فونا غادي تكورنا. طيب السيد الحاكم نقول لهم اللي وانو رسبكتو هاو رجست باريار غادي تلو ولي ماسك وفقير عيدي و ولا ديستانسياسيون كل هذا احنا مولي بدارو نقول لا بمهم حتى يقول قد خوسينا مولي لا تم احنا بدارو. طيب سيد الحاكم، مقاطعة الإقصر وسجلوا فيها
عدة إصابات بفيروس كورونا، بالنظر إلى التقارير التي حصلتم عليها عن طريق المصالح المختصة، من ترى سبب هذه العدوى شنو هو؟ هل توصلت الجهات المختصة في الوصول إلى سبب عدوى هؤلاء الأشخاص؟ هو الريزون ما هو زين حتى بعد نقول لك غروب احنا والنفيل احنا هم في الكسار وديت لكوبر فو نطالوا من اللي كميات سابقة من اللي هاي قان ريد ونطالوا من اللي غديت المراس غديت وعطانا شمي دي ماسكات وعطانا دولة انقسمنا للمواطنين كامل. طيب سيد الحاكم، هذا بالنسبة للإجراءات الاحترازية، سؤال دور واقي جلي انعداوه مقاطعة الكسار، ما عرفتم العاديهم اعتمادا على تقارير اللجان المختصة؟ ما سمعت حتى مقاطعة الكسار اللي انتم حاكمها تم فيها تسجيل حالات عدوى نعداه بها رواقيج فيروس كورونا، بالنظر الى تقارير المصالح المختصة، هذا رواقيج ما تم التوصل بل من اللي نقلوا منه العدوى؟ ما سمعت حتى سؤالك. احنا هون عندنا حالات غديت كورونا فيروس كانت عندنا 24 كام فهمت، ولا سيتاسيون مول ما اكتياليزي وشيفين حتى وعندنا دي زيكيب ميديكال وشيفين رواي وانا طالع لي مويا كلفو عطانا لي مويا كلفو كلفو ما عشنا لي. طيب كان طالب الله المواطنين ويفهموا هاي كامل لا ما استعطم هم ورسبكتوا ملي هاي وثاني ما سنطالهم في هذه الميسيون الأول في الدولة سيدو بروتيجي لي سيتوان داسون ناسون. طيب سيد با علي عبد الرحمن حاكم مقاطعة الكسر، شكرا جزيلا لك، وأنا أعتذر عن عدم التواصل نظرا لبعض المشاكل الفنية. لو تحولنا من ولاية نواكشوط الغربية إلى ولاية نواكشوط الشمالية، حيث ينضم إلينا من هنالك من مقاطعة جنين بهذه الولاية مراسلنا عبد الودود والسيدنا. عبد الودود، هل لك أن تجيب لنا المشاهد في ثاني أيام تطبيق الحظر من الساعة الرابعة وحتى السادسة؟ نعم أحمد، مساء الخير. نحن نتواجد الآن بحي بوحديدة وتحديدا من أمام السوق المعروف محليا بسوق وللحسن بمقاطعة تجنين. هذا الحي بذات شهد مؤخرا عدة إصابات بفيروس كوفيد 19، وهذا ما بعث بالقلق لعدد من ساكنة هذا الحي. طبعا هذا الحي ينضم إداريا لمقاطعة تجنين، هذه المقاطعة التي باتت تعتبر من الأكبر على مستوى الوطن من حيث عدد الإصابات التي سجلتها المصالح الصحية، حيث توجد فيها الآن 28 إصابة. هذه الإصابات ربما تشكل تحديا لهذه المقاطعة التي تتميز بكثافة سكانية معتبرة، أضف إلى ذلك أنها تضم أسواقا تعتبر من أكبر الأسواق في العاصمة نواكشوط، ويتوافد إليها يوميا مئات الأشخاص المتبضعين، وعادة أو غالبا ما يحدث هناك اكتظاظ. أحمد، ونحن رصدنا قبل ساعات من الآن نسبة التفاعل مع هذه الإجراءات الجديدة من طرف المواطنين، وهذه الإجراءات المتعلقة أساسا باحتفالية العيد. حقيقة دعني أقول لك أنه وحسب مشاهدتنا لنسبة هذا التفاعل مؤخرا، أعتقد أن الأمور تغيرت بشكل كبير، وهذا ربما يرجع إلى تزايد الإصابات التي بات وطننا يشهدها بشكل متلاحق. هذا ربما شكل قلقا معين للساكنة، وباتوا يتفاعلون مع هذه الإجراءات ولو بشكل نسبي، باتوا يتفاعلون بشكل تلقائي، وهذا مهم جدا ومهم في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها وطننا. إذن هذه هي الحالة العامة في مقاطعة تجنين وتحديدا هذا الحي الذي نتواجد فيه الآن. عبد الودود والسيدنا موفد قناة الموريتانية إلى مقاطعة تجنين، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يكون معنا حاكم مقاطعة تجنين سيد مولاي إسماعيل والمرتجي، الذي سيحدثنا عن جهود السلطات الإدارية في هذه المقاطعة لمحاربة تفشي كورونا، خاصة أن هذه المقاطعة كانت من بين أكثر المقاطعات تسجيلا للإصابات بخصوص كورونا، طبعا مقاطعات العاصمة نواكشوط.
وسنتحدث معه حول الإجراءات التي ينبغي اتباعها لمواجهة هذا الفيروس. السيد مولاي إسماعيل المرتجى، حاكم مقاطعة تجنين بولاية نواكشوط الشمالية. إذا سنعود لحاكم مقاطعة تجنين مولاي إسماعيل والمرتجي للحديث معه في حول الجهود المبذولة للسيطرة أو لمحاربة تفشي فيروس كورونا في هذه المقاطعة. أدى إذا لدينا الحاكم أصبح جاهزا. طبعا نعتذر عن بعض المشاكل التي تحدث بين الفينة والأخرى، هي طبيعية جدا في جهود النقل المباشر. ينضم إلينا حاليا حاكم مقاطعة تجنين السيد مولاي إسماعيل والمرتجى. مرحبا بك السيد الحاكم. في البداية، مقاطعتكم تتصدر عدد الإصابات على مستوى العاصمة نواكشوط، هل لديكم فكرة عن سبب ارتفاع نسبة تفشي الفيروس في هذه المقاطعة؟ شكرا أحمد دوب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. نعم، تعود كثرة الإصابات هذه الأيام في مقاطعة تجنين إلى الارتباط أساسا بالحالة رقم 9 في البلاد، وهي حالة عائلية مجتمعية، وترتبط أساسا بأسر معروفة ومحدودة، وكانت طرق اختلاط هي اللي أدت إلى ظهور هذه الحالات التي وصلت إلى في هذا اليوم إلى 28 حالة. كما أن كثرة الفحوصات التي تقوم بها الفرق الصحية ممثلة في الطبيب الرئيسي، نحن هنا على مستوى مقاطعة تجنين عندنا ثلاث فرق صحية تقوم بفحوصات ليلا ونهارا متتبعة كل المختلطين، وهو ما أدى إلى ارتفاع حصيلة هذه الإصابات بكوفيد 19. الحمد لله، نطمئن الجميع وخاصة مقاطعة تجنين أن هذه الإصابات مرتبطة أساسا بحالات مجتمعية وليست تفشيا في أنحاء المقاطعة. من هذا المنطلق أتوجه إلى ساكنة المقاطعة بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالبيوت، الثبات في البيوت وعدم الخروج ما أمكن، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية حتى نتمكن من القضاء على هذه الجائحة. طيب سيد الحاكم، كسلطات إدارية، ما هي الإجراءات التي اتبعتموها لمواجهة تزايد انتشار هذا الفيروس في هذه المقاطعة؟ شكرا جزيلا. نحن هنا على مستوى مقاطعة تجنين على قرار كافة مقاطعات الوطن قمنا بتنفيذ تعليمات صادرة عن السلطات العمومية والمتمثلة في أخذ الإجراءات الاحترازية على مستوى الأسواق والمحال التجارية. أود أن أنبه هنا إلى أننا خلال اليومين الأخيرين قمنا بإقلاق بعض الدكاكين في منطقة الوقفة، وقفة تجنين، لم يلتزم أصحابها بوضع الكمامات ووضع المطهرات. ومن هذا المنطلق أوجه نداء إلى كافة أصحاب المحلات التجارية والأسواق الالتزام بتلك الإجراءات، ونحن سنقف لها بالمرصاد. إن لم تلتزموا بتلك الإجراءات فإننا كسلطات وممثلين للدولة سنقف لها بالمرصاد. هنا يقوم التجمع الجوي لأمن الطرق بولاية نواكشوط الجنوبية بتأمين هذه الأسواق وتطبيق تلك الإجراءات الصارمة، وهم يجوبون هذه الأسواق ليلا ونهارا بمكبرات الصوت رفقة السلطات الإدارية، ونحن نواكبهم عن كثب وسنقف بالمرصاد. من هذا المنطلق أوجه إلى ساكنة المقاطعة أنهم يلتزمون بهذه الإجراءات، والمحال التجارية عليكم أن تلتزموا بوضع الكمامات ووضع المطهرات، وإلا ستكون هناك إجراءات لابد من تطبيقها. هذه الإجراءات ضرورية ولابد من تطبيقها، تعليمات الدولة يجب أن تطبق على أرض الواقع. من ناحية أخرى أود أن أنبه ساكنة المقاطعة أن المصالح الأمنية التقليدية تقوم بدورها الاعتيادي. هناك البعض يتخوف من بعض التلصص وبعض السرقات، أنبه هنا إلى أن
السرقات التي وقعت في الأسبوع المنصرم أصحابها موجودين الآن لدى مخافر الشرطة عند مفوضيات الشرطة بمقاطعة التجنين. سيد مولاي إسماعيل وللمرتجي حاكم مقاطعة تجنين بولاية نواكشوط الشمالية، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف نشرة الموريتانية. أدى والي ولاية قيديماغا صباح اليوم زيارة تفقدية لمخازن ومستودعات مفوضية الأمن الغذائي بمدينة سيلبابي للتعرف على سير عملية البرنامج الرعوي على مستوى الولاية. قد أكد والي قيديماغا على أن عملية دعم المنمين ستسير وفق الضوابط والإجراءات المرسومة لها من طرف الحكومة. استهدفت الزيارة التي أداها والي ولاية قيديماغا أماكن تخزين ومستودعات مفوضية الأمن الغذائي بمدينة سيلبابي، ومكنت الزيارة الوالي من التعرف على كميات الأعلاف المخزنة وظروف حفظها، وذلك ضمن البرنامج الرعوي الاستعجالي الذي أقرته السلطات العليا في البلاد لدعم المنمين. اليوم قمنا بهذه الزيارة لمخازن المفوضية على مستوى الولاية، وهذه المخازن طبعا فيها توفير المواد الأعلاف لمقاطعتي سيلبابي وغابو، طبعا هذا في إطار البرنامج الرعوي الخاص 2020 واللي فخامة رئيس الجمهورية أحرص على شفافيته وعلى أنه يوصل للجهات المستهدفة اللي هي المنمين. هذا طبعا لإنقاذ الثروة الحيوانية الهائلة اللي الحمد لله موجودة خاصة على مستوى الولاية هون، اللي تعتبر ملاذ لعدة ولايات من العصابة وحتى ترارزة. هذا المخزون الرعوي أدى الهجرة كبيرة للمنمين على مستوى الولاية وعلى الضغط على المراعي، وبالتالي الدولة تنبهت ذاك وعن طريق توجيهات سامية لتعليمات الحكومة وخاصت كمية لا بأس بها للولاية، وهذه تم احنا حالا عاكفين على توزيعها بطريقة شفافة للمنمين. إذن هذه إحدى مكونات البرنامج اللي هو البرنامج الرعوي الخاص. ورغم تثمين المنمين بهذه الولاية لهذا التدخل وخاصة وهم يعيشون فصل الصيف في ظل جائحة كورونا، إلا أنهم لاحظوا نقصا في الكمية المقدمة للمنمين مقارنة بحجم الثروة الحيوانية التي تتميز بها الولاية. والحش جفات وموافق وفاصل فيه ومقسم تقسيم واضح ما فيه اي مشكله. احنا مطالبين منه ولا غايه ناكل جزين، احنا عندنا درع تقريبا بالنسبه لي انا بعد درع عندي 100 والله 100 زياده من البقر، واللي فريت منه 10 زقاي اعطوني، هو قال شيء اكبر من الحيوان بعد واللي اقل منه، والناس ما تقدر تخلص عن كل شيء يخلص عن طون، والطون هو اللي يخلص الا عن حيوانه، وطالبين أنه يتوثر نفسهم اللي ما هو بدأ من التعاجون عنده والرنق وكثرة المساك. عملية بيع الأعلاف بأسعار مخفضة للمنمين ضمن البرنامج الرعوي الاستعجالي تدخل هذه الأيام مرحلتها الثانية هنا في ولاية قيديماغا، كما هو حال كافة ولايات الوطن. الشيخ الحميدي للموريتانية، مقاطعة سيلبابي، ولاية قيديماغا. ونتحول الآن إلى مراسلينا في الداخل لينضم إلينا من مدينة كيهيدي عبد الله يسلم. عبد الله مرحبا بك، سلكتم طريق الرابط بين سيلبابي وكيهيدي اليوم، هل لاحظتم أي خروقات على بالنسبة قامت بها بعض المركبات أو السيارات بالنسبة للإجراءات الاحترازية وحظر التجول؟ تحية طيبة أحمد، تقريبا خرجنا من مقاطعة سيلبابي حوالي الساعة الواحدة ووصلنا هنا مقاطعة كيهيدي مع بداية حظر التجوال. حقيقة بالأمس لم نلاحظ، كنا نلاحظ مدينة سيلبابي وكأنها مدينة أشباح، الشوارع خالية تماما، وبالتالي لم نلاحظ في سكان سيلبابي أي خرق لحظر التجوال. مع دخولنا هنا مدينة كيهيدي لاحظنا أيضا تشدد السلطات في فرض حظر التجوال هنا في هذه المدينة، والتي يبدو أن سكانها متعودون بتجربتهم الماضية على الحظر، ولم يحاول أي أحد منهم أن يخرق ذلك الحظر. طيب عبد الله، هذا بالنسبة لحظر التجول. نعم. على في المدن، ماذا عن
الحظر بالنسبة للتنقل بين المدينتين؟ حقيقة أنا حاولت أن أحدثك في الفارق التوقيت. نحن خرجنا من سيلي بابي الساعة الواحدة، وحظر التجوال يبدأ الساعة الرابعة، وتلك هي الدقيقة التي دخلنا فيها مدينة كيهيدي، وبالتالي ما بين سيلي بابي وكيهيدي في ذلك الوقت لم يكن مفروضا حظر التجوال، وبالتالي لا يمنع على المواطنين التجول بين كيهيدي وسيلي بابي. طيب شكرا جزيلا، كان وقتا متاحا بالفعل. شكرا جزيلا لك مراسل قناة الموريتانية عبد الله ياولي يسلم، حدثنا من مدينة سيلي بابي. تتوافد على ولاية قيديماغا فترة الصيف أعداد خلال فترة الصيف أعداد كبيرة من المواشي المهاجرة من ولايات الشمال والوسط لاحتواء هذه الولاية على مخزون رعوي كبير مع توفر الماء والخدمات البيطرية الأخرى. تعتبر منطقة واد النعاج الواقعة بمقاطعة غابو نموذجا حيا يجسد هجرة العديد من المنمين إلى هذه الولاية. إلى هذه النقطة المائية بواد النعاج بمقاطعة غابو يصل يوميا الآلاف من رؤوس الأبقار والأغنام، يحدوهم الأمل في الارتواء من ماء زلال، أريد له أن يذهب الظمأ في يوم حار من أيام مايو. تمثل هذه النقطة نموذجاً لتدخل البرنامج الرعوي الخاص 2020 بمكوناته الثلاث: الماء والأعلاف والصحة الحيوانية، حيث يقدم البرنامج عبر ممثليه هنا العلاج المجاني لهذه الثروة الحيوانية، مع تحسيس المنمين حول أهمية المتابعة الصحية لمواشيهم. نحن ركبنا النقطتين، قال لها نقطة النعاش عند هذه الربينة، عند هذا البير اللي تابع للدولة وضارك ماه ميشانية. هذه نقطة تجسد فيها النقاط الثلاثة اللي تكلمنا عنها ضارك: ميشانية العلاج، ميشانية الماء، نقطة بأعلاف. معناه أن هذه النقطة متوفر فيها البرنامج الخاص للحكومة، وهذه الربينة يشرب عليها ياسر من الحيوان وقدر ب25,000 والله أزيد، وفيها ان بارك دو فاكسيناسيون هم اللي يفاكسنا فيه الحيوان. مسيروا هذه النقطة المائية يؤكدون مجانية الماء وانسيابية توزيعه على المنمين حسب الأقدمية في الورود. مسؤول هون عن الربينة هون واقف عليه، مساء اللي وفرت الدولة قالت انه يشرب كضو داخل الشهر، مساء اللي قالت انه يشرب كضو عاد يشرب هون كضو، الناس ما فيها هون حد يخلص. موفر له الميميسو ومعدل له القط والحيوان يشرب كض متمونك، ولا فيها حد هون قط كدر على حد. وضعت مفوضية الأمن الغذائي هنا نقطة لبيع الأعلاف تقريبا لهذه الخدمة من المنمين، وإن كان بعضهم يعتبر أنها جاءت دون مستوى التطلعات. احنا عندنا الحيوان اللي مدقوق وعندنا التواغط، ومطرحين انه يا الله يعود ينعطانا على التواغط نجو لا نراو حقنا فيهم. وبلدية قابو عند صنداج النعاج، قبل أشهر قليلة كان المنمون يريدون على هذه النقطة المائية وهم يتحسسون جوبهم لدفع مبالغ معتبرة حتى يتسنى لهم سقي أنعامهم. اليوم وبعد تحمل الدولة فواتير الماء في الوسط الريفي، تزاحم الوراد وهم أكثر حيوية في فترة توصف بأنها الأكثر صعوبة على المنمين. عبد الله يسلم، الموريتانية، حنفية النعاج، ولاية قيديماغا. ومن قيديماغا إلى غورغولا التي ينضم إلينا منها الإمام يوسف تيجاني جاغانا ممثل رابطة العلماء على مستوى ولاية غورغول. أهلا بكم سيد الإمام جاغانا. في البداية، كيف كانت مساهمات الأئمة والعلماء على مستوى الولاية في عمليات التحسيس والتوعية من خطورة فيروس كورونا؟ شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إذا نحن أولا نشكر السلطات الوطنية لقيامها
باتخاذ كل الإجراءات التي تستسمح بمواجهة هذا الوباء. ونحن هنا في ولاية قرقيولات والحمد لله نرى أن هذه التعليمات لا تخالف الشرع، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أنه لو طبقت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية أو منذ ظهور هذا الوباء لما انتشر في العالم كما انتشر الآن. إذن هنا نحن في كيهيدي قمنا بكل التحسيسات التي تضع حدا لهذا الوباء. نعم. طيب سيد الإمام، بما تنصحون سكان الولاية والوطن بصفة عامة فيما يخص الطرق الواجب اتباعها للحيلولة دون تفشي هذا الوباء؟ إذا نحن أولا الحمد لله على نعمة الإسلام، فهي أعظم نعمة، ونحن موريتانيا الحمد لله الكل مسلمين. إذا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا فنحن ننصح كل المواطنين وسكان مدينة كيهيدي خصوصا على احترام التعليمات التي تأتي من السلطات الإدارية والسلطات الصحية كذلك، ونحن نوافقهم ونشاركهم في هذا الأمر. نعم. يوسف تيجاني جاغنا الإمام بمدينة قرقل وممثل رابطة العلماء على مستوى الولاية، شكرا جزيلا لك. جاء إغلاق مدينة كيفا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة. لهذا السبب أشاد سكان ضواحي المدينة في القرى والتجمعات السكانية القريبة منها بهذا الإجراء. هذه بوابة كيفا الشرقية، حيث لم يعد يسمح بدخول المدينة ولا بالخروج منها بعد صدور البيان رقم 12 القاضي بإغلاقها. لكن ماذا عن انطباعات وتجاوب السكان في الضواحي على مشارف كيفا؟ على طريق الأبل وغير بعيد من المدينة تتناثر تجمعات سكانية كانت قبل الإغلاق تعتمد في مؤونتها على أسواق كيفا، في علاقة ذهاب وإياب يومية عكر صفوها ملف الكورونا. وإن كانت مظاهر تأثر وتعثر هذه العلاقة لم تمنع سكان الضواحي من فهم كنه قرار الإغلاق وتزمين ما يرمي إليه من الحفاظ على الصحة العامة في المنطقة. أمراض خطيرين احنا ما نعرفهم غير بعد ما شاء الله، ذي القفيط زين عندنا حتى طالبين من الدولة طالبين منها ذي القفيط، وإن احنا مواطنين ضعاف ما عندنا شيء، واللي تنقفض عن الولاية نعود محاصرين ما تلا عندنا شبيه اللي العليات ضعاف ما تلا تقاد مرة تحرك ولا تلا قاد راجل يحرك، وهم قوتهم يومية يقبضوها لا من الدشرة وبركة عندنا لا يقبل حد أسبوع شوي يقبل قوته يومية أيام ويسكن بيهم ويؤدين حافهم اللي ماشي قايس الدشرة ولين يلحق الدشرة، ما هم عاطينا لا الشوفير هو اللي يجيهم مشوا مع الشوفير ووصل لنا شيء ونحن الثانيين ما نحركوا. لا أصبحنا هون مجمعين اللي ما فارقنا ما هو عندنا واللي ما أكل ما هو عندنا، وأصبحنا وتم كفه هنا زين عندنا الحمية لو أدلت حتى وصالحة عندنا يا قارم واللي ذاك اللي فيه الإصلاح هو اللي نبقوا كاملين ومحيينكم وإليه كاملين. أنا اللي هو عند العجلة من الشرق واللي أبادي خايمة 20 كيلو من كيف، وزين عندي المواطنين يحكموا بليدات العدوى ترتفد ولا رفود بني البشر المسلمين الأخرى ما يتواس، وزين عندي إذا عدلت الدولة ومؤيدها عليه ومنيارة الشعب يعينها بكل صراحة يحكم بليداته، ما خاصوش لا خالق مدينة ما فيها بوتي يرقع منه قايت ويهن إلى أن يرفد عنها مولانا للبلاء. تتعدد قصص الإغلاق
وتختلف هنا في ضواحي كيفة، لكنها تتحد في أهميته كإجراء صحي للوقوف في وجه جائحة لا ترحم، فرضت نوعا من التوازن بين إكراهات المرحلة وضرورات الحياة. عبد الله الصوفي، ضواحي كيفة المغلقة، قناة الموريتانية. ومن مدينة كيفة ينضم إلينا موفدنا محمد حيد. أهلا بك محمد حيد. في البداية، ما هي آخر التطورات على مستوى مدينة كيفة أياما بعد إغلاقها؟ أهلا بك أحمد. إذا نبدأ من كيفة بالملف الصحي الذي يتصدر كل الملفات هنا في هذه المدينة، والمتعلق أساسا بفيروس كورونا وحالات الإصابة التي ظهرت في مدينة كيفة. وصل عدد المحجوزين أو المشمولين في الحجز بسبب الاختلاط بالمصابين في مدينة كيفة إلى 160 مشتبها به يقبعون داخل الحجر الصحي في انتظار وصول نتائج فحوصهم من العاصمة نواكشوط. الحالات التي تدخل الأطباء وقدموا لها العلاجات الأساسية كانت 5 حالات فقط من أصل 19 حالة استدعت حالتها الصحية تدخلا محدودا من الأطباء هنا، بينما ينعم الباقون بصحة جيدة حسب الدكتور المشرف على حالتهم ووضعيتهم الصحية داخل المستشفى. حالات المخالطات تختلف درجاتها بدرجة اختلاط أصحابها بالمصابين بفيروس كورونا. هناك من كانوا يرتبطون بعلاقة وطيدة بالمصابين وهم الأكثر تعرضا للمرض، وهناك حالات مخالطة أقل درجة، ونقصد بها أساسا من وجدهم حظهم العاثر في أماكن عامة مر بها حامل الفيروس في المدينة. إذن هذا باختصار شديد هو حال الملف الصحي. أما الملف الأمني وإجراءات الإغلاق والتسلل فيمكن أن نطلعكم على آخر المستجدات بخصوصها، حيث سجل الدرك الوطني أو أحبط محاولتين لسيارتين تسلل من المدينة إلى خارجها باتجاه مدينة كونكوسا وعادهم إلى داخل المدينة. مصدر في الدرك نفسه تحدث للموريتانية مساء اليوم عن إبلاغه بسيارة تحمل تقريبا 4 متسللين وصلت إلى مدينة في ضواحي مدينة كونكوسا. دورية من الدرك الوطني تحركت على الفور إلى هذه المنطقة وقبضت على هؤلاء المتسللين وعادتهم إلى الجانب الآخر من الحدود مع جمهور مالي. فيما يخص أجواء ثاني أيام العيد في مدينة كيفة وتلاؤم الحياة هنا مع إجراءات الحظر الذي يبدأ من 4:00، نسجل هنا حالة انضباط تام. شوارع المدينة، نحن هنا على بعد أمتار قليلة من وسط المدينة في أحد الشوارع المؤدية إليها، هدوء مطبق من 4:00 والمحلات مغلقة والحركة متوقفة تماما، فيما يبدو أنه استجابة من المواطنين لقرار حظر التجول لأيام العيد الذي بدأ سريانه من 4:00 من مساء أمس. إليك زميلي محمد حيد، موفد قناة الموريتانية إلى مدينة كيفا، شكرا جزيلا لك. يطلع الدرك الوطني في ولاية العصابة بدور كبير في عملية إغلاق الحيز الترابي للولاية وفصلها عن باقي ولايات الوطن ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا. قد تعزز هذا الدور مؤخرا بعد تشديد إجراءات الإغلاق إثر تسجيل حالات إصابة بين المواطنين داخل المدينة. مركز شقيق، الممر الإجباري ونقطة الالتقاء بين سلسلتي جبال العصابة وتقانت ومحور الفصل بين ولايات الغرب والعاصمة مع ولاياتنا الشرقية، نالت وحدة الدرك العاملة هنا ضمن 9 وحدات تابعة لكتيبة الدرك الإقليمية بكيفة شهرتها المحلية والإقليمية من خلال صرامة أفرادها وحزمهم في تطبيق حظر التنقل بين الولايات على خلفية تفشي وباء كورونا في محيطنا الإقليمي وتصاعد خطر المتسللين عبر هذا المحور الطرقي الهام، حيث يسخر الدرك الوطني في ولاية العصابة كل إمكانياته في سبيل تنفيذ حزمة المهام المكلة إليه والمتمثلة أساسا في عزل الولاية كليا رغم حدودها الشاسعة، إضافة إلى المساهمة في تطبيق حظر التجول وإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا. يقوم الدرك بمهمة
الأساسية تتمثل في القلق بين الولايات، حيث تحد ولاية العصابة خمسة ولايات هي قديماقة وقرقل والبراكنة والتقانت والحوض الغربي، وقد قام بوضع نقاط مراقبة والتسيير للمرور وضبط على مختلف المحاور المؤدية إلى هذه الولايات، مع التركيز على الخط الرئيسي المر من الولاية وهو طريق الأمل، حيث تم اعتماد خطة تركز على شقيق كنقطة أساسية لقلق الولايات الشرقية عن نواكشوط وعن الولايات الغربية، مع دعمها بمركزين أساسيين، أولهما عند ملتقى طرق باركيول والثاني على مرتفع عفام الخليرات، من أجل تسيير المرور المرخص ومنع المرور العادي. هذه المهمة استنزفت الكثير من طاقات العناصر، لكنهم يؤدونها بحماس وبوطنية وبإحساس بالظرفية الخاصة التي يمر بها الوطن. على خلفية ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين سكان كيفا وإعلان المدينة حيزا مغلقا، تم تقسيمها إلى أربع قطاعات، تكفلت كتيبة الدرك بالعصابة بأحدها من طريق كنكوسا جنوبا إلى آخر نقطة من المدينة غربا باتجاه طريق الأمل، إضافة إلى مراقبة ثلاثة من مخارج المدينة الأربعة. رغم تشعب المهام المسندة إلى كتيبة الدرك الوطني بولاية العصابة، إلا أن حسن التخطيط والإدارة المحكمة إضافة إلى خبرة أفرادها ووعيهم بخصوصية الظرف الذي تمر به الولاية، عوامل مكنت هذه الكتيبة من التغلب على المعوقات التي اعترضت عمل أفرادها خلال سهرهم على حماية الوطن وإبعاد الخطر عنه. محمد حندحيد، الموريتانية، كيفا. وللوقوف أكثر على الإجراءات التي يقوم بها الدرك لضمان تنفيذ قرار إغلاق الحيز الترابي لمدينة كيفا، ينضم إلينا من هناك الرائد سيدنا علي والمحمد والسيدنا علي والمصطفى به، قائد كتيبة الدرك الوطني بولاية العصابة. أهلا بكم الرائد سيدنا علي. في البداية، تابعتم التقرير قبل قليل الذي يرصد جهود قطاع الدرك لتطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الولاية، هل من إضافات حول بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الفرصة لإنارة الرأي العام حول دور الدرك في خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد بولاية العصابة، خصوصا في المرحلة الأخيرة بعد إعلان مدينة كيفا منطقة مغلقة، حيث تم تقسيم المدينة بين القطاعات الأمنية والعسكرية من أجل منع المرور إليها ومنها. وهنا أريد أن أشيد بجهود جميع القطاعات الأمنية إضافة إلى الدرك، الجيش الوطني من خلال مدرسة ضباط صف، والحرس من خلال تشكيلتين، وكذلك الشرطة التي فرقت لكي تقوم بضبط التباعد الاجتماعي بالمدينة ومواكبة المرور المرخص الذي يمنع من التوقف في داخلها. الدرك الوطني منذ بداية هذه الأزمة كلف بمهام كبيرة ومتنوعة، إضافة إلى تغطيته الإقليمية للولاية بشكل عام، حيث أن الدرك يغطي المجال الحضري والريفي في ولاية العصابة بنسبة كميا تفوق 90%، حيث أنه يغطي الولايات الخمس باستثناء الحيزين الحضريين لكل من كيفا وقيرو. لعل أهم مهمة للدرك كانت وتحدي في نفس الوقت كانت القلق بين الولايات كما ورد في التقرير، ولا أريد أن أزيد على ذلك، لكن هذه التحديات ازدادت
بإسناد قطاع كبير من قلق مدينة كيفا، يتمثل في 15 كيلومتر تفصل بين طريق كنكوسا وطريق الأمل في اتجاه دبي، حيث وضعت مجموعة من الدوريات على هذا الخط، قامت خلال الأيام الماضية بقلق المدينة في ذلك الاتجاه رغم الصعوبة المهمة، إلا أننا الآن والحمد لله ندخل في مرحلة تضبيط قلق المدينة بعد مرحلة الانتشار، ولذلك أرجو من المواطنين أن يساعدوا بالإبلاغات وأن يتعاونوا مع الجهات الأمنية من أجل مصلحتهم، حيث أننا نلاحظ يومياً محاولات للتسلل يتم إحباط أغلبها، حتى أن بعض المتسللين بدأوا يقومون بالتسلل على الأقدام عندما تعذر مرور السيارات. طيب، كيف تقيمون تجاوب المواطن الموريتاني في مدينة كيفا أو حيزها الجغرافي أو الحيز القريب منها مع الإجراءات الاحترازية التي تقومون بتطبيقها؟ سؤال جيد. أنا شخصيا متفائل وأعتقد أن المواطن على مستوى العصابة بدأ يفهم أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ممثلة في والي الولاية والسلطات الإدارية، إضافة للأمنيين وللصحيين في مكافحة هذه الجائحة، والذي بدأنا نلمس زيادته في الأيام الأخيرة من خلال زيادة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تبقى التحديات موجودة نظرا للنمط البدوي الذي يطبع السكان والذي يتجسد من خلال الكثير من الفوضوية، ولذلك أدعو السكان إلى المزيد من التجاوب، وإن شاء الله نستطيع أن نتجاوز هذا الظرف الدقيق إن شاء الله. الرائد سيدنا علي والمصطفى بيه، قائد كتيبة الدرك الوطني بولاية العصابة، شكرا جزيلا لك. تؤكد السلطات الإدارية بولاية ترازة على متابعتها عن كثب للبرنامج الرعوي الهادف إلى دعم المنمين بالولاية في ظل جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من تكاتف للجهود من أجل إنجاح عمليات البيع لضمان الشفافية والتأكد من وصول الحصص إلى مستفيديها. ولاية ترازة التي تعتبر ولاية رعوية بامتياز تعيش على وقع تدخلات البرنامج الرعوي لدعم المنمين في ظل جائحة كورونا. يخضع البرنامج الرعوي في ولاية ترازة لمتابعة دقيقة من السلطات الإدارية واللجنة الجهوية المشرفة عليه بغية الوصول إلى الأهداف المتوخاة منه، والتي تنحصر أساسا في دعم المنمين لتمكينهم من تجاوز فترة صيف تزيد تأثيرات جائحة كورونا من حدتها. البرنامج يستهدف أساسا توفير الحماية الضرورية لهذه الفترة، الفترة الصعبة اللي يعانوا منها المنمين في هذه الآونة، واللي من أجلها تم إعداد هذا البرنامج، ياك يوفروا له كميات كافية من الأعلاف وبأسعار متناول الجميع. هذه الأهداف تم إدراجها عن طريق منهجية ومساطر هي اللي تم تطبيقها فيها. هذه المسطرة والمنهجية على مستوى ولاية ترازة تم تحت متابعة مباشرة وإشراف لجنة جهوية هي اللي تقوم بالإشراف والرقابة والتنسيق مع اللجان المحلية اللي يقود الحكام، واللي على مستوى المحلي الحكام على صلة مباشرة مع اللجان اللي تم تشكيلها على مستوى نقاط البيع. ونظرا للظرفية الزمنية التي دخل فيها البرنامج الرعوي حيز التنفيذ، يستقبله المنمون بالكثير من الغبطة مثمنين الإجراءات المتبعة في توفيره وحصره على الفئات المستهدفة. البرنامج اللي رسمت الدولة الخطة هي قائمة بذلك الدول اللي يعنيها من تزويد المخازن وتوزيع للمنمين، وحتى أنا ما في مشكلة. نحن المنمين هون جبرنا ما شاء الله الحش ما شاء الله علينا، الأعلاف ما عندنا أي مشكلة ما شاء الله، جبرنا كاملين وشاكرين السلطات الإدارية السلطات الأمنية.
يذكر أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات بهدف إنجاح عمليات التوزيع والبيع لضمان الشفافية والتأكد من وصول الحصص إلى المستفيدين، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود وتعاون السكان مع الجهات المشرفة على العملية حتى تتحقق النتائج المرجوة من البرنامج على أكمل وجه. عاشت مدينة نواذيبو أجواء عيد مغايرة لما دأبت عليه بسبب تدابير الوقاية من جائحة كورونا، وقد بدا ذلك في مظاهر العيد لدى الساكنة التي حدت من التجمعات والزيارات والتنقل في ظل تطبيق سريان حظر التجوال الجديد. عاصمة البلاد الاقتصادية نواذيبو تعيش يوما مختلفا في ظرفية خاصة. لأول مرة منذ عقود، الساحة الواقعة قبالة دار الشباب القديمة بوسط مدينة نواذيبو لا تقام فيها صلاة العيد بسبب التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، وضعية يتحدث عنها المواطنون بمشاعر مختلفة في ظل المطالبة بتعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية ضد تفشي كوفيد 19. والله إلا الحقيقة اللي باقي فينا عنا ما صلينا صلاة الفطر يقال لضرورة أحكام علمانا جزاهم الله خيرا، نحن هم قدوتنا وهما هما المشعل اللي نمشوا عليه، وبالتالي من يفتونا بذيك القضيه فرض علينا لا نواسوها. الشعب الموريتاني يالتو يفهم ذي الوضعيه ويقبضها بالتقدير ويفهم عنها خطيره ويعرف عن الظرف حساس، ويالتو يعاون في راسه ويعاون في دولته، ومنين قالوا يقعد ومنين قالوا يمرق ومنين قالوا عنه ياخذ بالحيطه. شو العيد زين تبارك الله نواذيبو تبارك الله، إلا ما الدكتور ندره كل حد يقعد بيلوته ويتسع، ما هو عيد زين تبارك الله ما شاء الله. ولا اختاروا الناس اللي فاتوا عن العيد مدة تقعد تكرد تركتها تكرد بالهم واللي خير فيهم. شرينا الدباس الحمد لله مطرح من قريب وبنا كورونا الصلاة ما رينا للأسف بنا وقاية من فيروس كورونا. إن شاء الله من مولانا يرفعوا عنا وعن جميع المسلمين، وإن شاء الله من نرجع لحالتنا الطبيعية. ولأنه يوم عيد على غير المتوقع تمحي مظاهر الفرح وأجواء الزيارات والتواصل المباشر، ليقتصر الأمر على لبس الجديد داخل البيوت والطرقات التي هي مقيدة بمقرر حظر التجوال الجديد. أجواء العيد في نواذيبو زينة، ولأنه لكن قالها بعد ياسر قالها ياسر من أجواء الناس ما جابرت في العيد، دائما في العيد كانت الناس تبدأ من الدحمس تجابر وتوصل الرحيم، لكن بها احترازية قل منها ياسر، لكن بعد ما عنده مشكلة الناس فرحموا ما عنده مشكلة. وفي أول أيام العيد أيضا بدأ تنفيذ سريان مقرر حظر التجوال في إطار تعزيز منظومة التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وهكذا باشرت التشكيلات الأمنية المختلفة على المستوى الجهوي تنفيذ هذا الإجراء في ثوبه الجديد، حيث توزعت على أحياء المدينة الشاطئية دوريات تجوب الطرقات وأخرى ترابط عند المحال الرئيسية لتتابع عن كثب تنفيذ هذا المقرر. ويعكس تنفيذ هذا الاحتراس في الأسواق والمحلات التجارية وعلى حركة تنقل الأفراد مدى تعاطي المواطنين مع حزمة الإجراءات المتخذة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره في بلادنا. ونعود إلى شبكة مراسلنا، حيث ينضم إلينا من مدينة نواذيبو مراسلنا محمد علي والسالك. محمد علي، أجمل لنا آخر التطورات على مستوى الولاية. نبدأ من الوضعية الصحية هنا على مستوى مدينة نواذيبو على ضوء اكتشاف حالتين إيجابيتين من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية. وعلى إثر هذه الوضعية قامت السلطات الصحية بالتنسيق مع السلطات الإدارية هنا بحجز 60 شخص خلطوا هاتين الحالتين، وقد بدأت الطواقم الطبية اليوم إجراء الفحوصات لهؤلاء على أن تكتمل العملية بحول الله يوم قد، ونرجو أن تكون هذه الفحوص فحوص سالبة. إذن بخصوص كذلك ظروف إقامة هؤلاء المحجوزين، يتواجدون في فندق يتكون من 12 شقة تم تأجيره من قبل المنطقة الحرة بتعاون مع ولاية داخلة نواذيبو. تعيش مدينة نواذيبو أجواء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك. يلاحظ
هدوء تام في الشوارع وفي الأسواق، وكذلك اختفاء مظاهر الاحتفالات التي عادة ما تصاحب هذه المناسبات الدينية، طبعا بفعل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، وكذلك لمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمة هذه الإجراءات حظر التجول الذي تعمل السلطات الأمنية هنا على تطبيقه بصفة محكمة. محمد علي ولسالك مراسل وقناة الموريتانية من مدينة واذيبو، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم وأنتم مشاهدين الكرام على البقاء معنا. نهاية النشرة، إلى العناوين. في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، رئيس الجمهورية يهنئ الموريتانيين بعد الإعلان عن شفاء عدد من مواطنين المصابين بداء كورونا. الإعلان عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. أعضاء من اللجنة المكلفة بمحاربة فيروس كورونا يتفقدون أماكن معالجة وحجز المصابين بالفيروس في بلادنا. مشاهدينا الكرام، بمحاصرة الجائحة إلزموا بيوتكم، ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر، وبإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا على موقعنا.